السلام عليكم خوتي. بالمناسبة الأليمة والحزينة اللي تعيش فيها منطقة القبائل، كما يقولوا أهلنا وخاوتنا وأحبابنا وولادنا، الله يرحم الجميع من مات. وإن شاء الله هذه ليكيب اللي واقفة الله يعطيهم الصبر. أنا البارح جيت في الليل مرقدش وجيت نوقف مع خوتي، عطاولي درس، عطاولي درس للتضامن، للشجاعة وللقوة. ونتمنى من الجميع جزائري حر يلعب الدور ديالو، وباش يكون في علمكم خاوتي باللي منطقة القبائل في هذه الناحية ما كاش تريسيتي، وما كاش الماء، ما كاش الغاز، ما كاش الخبز، ما كاش الريزو، ما كاش بزاف عفايس. خاوتي حبيت نقول لكم كلمة واسمح لنا حبيبنا هنا، راهو نخدموا انت تبعنا من اللور. خاوتي في حياتي ما شفتوش وصاري هنايا، ومام تاع المنطقة قالوا باللي جامي شافوا حادثة كيما هذه. صارت واحدة في 86 بصح ماشي كيما تاع هذه خطا، مالغري تشوفوا ماكش راهي.